لو الحكاية فيها إن فيديو السوريين أكثر ناس انسياب والقطريين السنة دي بكلية الحكم، وفي سعوديين طبعا برضو، وفي من الإمارات، وفي من المغرب، كل حد كل كلية كل اللي قصدي من الانسياب دي يعني معظمهم طب طبعا، لا هو معظم الأول طب وبعدين حقوق السنة دي القطريين مركزين عليها جدا، معرفش ايه طبعا كويس سبب اختلافهم، وكويت برضه بيركزوا على الحقوق، لكن معظم الكليات اللي بتطلب أكثر حاجة اللي هي الطب والهندسة والصيدلة. الأقسام اللي احنا مثلا بنلاقي فيها قسم اللي هو الموسيقية الصينية، هل دول مثلا الطلاب الوافدين بيدرسوا فيها ولا؟ دول في طلاب بقى بيجوا اللي هم مثلا من بلاد شرق آسيا، اللي هم زي ايه؟ تشيكوسلوفاكيا ومش عارفة الصينية وحاجات من دي، دول معظمهم بيتاجروا في كلية الأسهم، بتعلم اللغة العربية لغاية ما تقيم اللغة العربية. طيب كمان الموافدين دول ليهم برضه بيبقى مدة جامعية سواء طلبة أو كده. فإيه برضه الإجراءات اللي برضه هنا لما بيجوا عندي يتقدموا للمدة الجامعية، عنده رئيس عندي هنا النائب رئيس الجامعة لشؤون تعليم الطلاب، لأن القطاع المدن يتبع النائب. فبيتقدموا بالأوراق عندي هنا في مكتب الأمين المساعد اللي هو الخاص بالقطاع بتاعي، وياخدوا وبيحسن الحالة بتاعتهم، بنأكدهم البيانات كلها، وبعد كده يتم الموافقة عليهم حسب فعلا إيه مصداقية اللي هو كاتبها بالورق، وبناخده عندنا في المدينة وبنستضيفه وعادي يتكلم مع المدينة. أعداد الوافدين هي نسبة معينة بتبقى في المدينة؟ هو المفروض في نسبة معينة، بس هما مش بيبقوا كتير برضه في المدينة، يعني معظمهم يا بيسكنوا بره يا مش كتير اللي بيسكنوا عندي في المدينة. بيسكنوا بره؟ هو دايما اللي بيسكن عندي هنا اكتر اللي هو جنوب شرق اسيا، اللي هم لغايه لما يتكلموا اللغه العربيه معظمهم دول، لكن اللي هم العرب العاديين معظمهم اصلا يا بيجوا على الامتحانات يا بينزلوا الفنادق يا بينزلوا الشقق مش تبع الحكومه. الطلاب اللي هل حضرتك بتتحاسب الحاله الاجتماعيه مثلا بحيث انها تتناسب مع المدارس؟ لا، لما بيكون في اي حاجه ده بيرجعوا للاداره العامه الموافدين، حتى اللي عايز يخفض مصاريفه ويعمل اي حاجه عن طريق الإدارة العامة الموجودين الاستقارة بتاعته، وهم اللي بيشتروا الاستقارة بكامل الفلوس مش احنا. بس ياخدوا الطلاب بيجوا المدينة الجامعية، المفروض ان الطالب يبص عادي ياخد سوري من غير تبقى هي هي ولا لا؟ مصاريف مختلفة، بس انا يعني مش عارفة بالظبط. هل برضه حاجة تانية جنب الخصومات بتبقى في مثلا خلاف الطالب السوداني او دايما الطالب السوداني بالذات بيتخصم منه 10% من مصاريفه، كمان جنوب السودان برضه مش مصريين بيعاملوا معاملة المصريين، وفلسطين 50%، وفلسطينية 50%.